أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة ويوم جديد من برنامج أطباء مصر. الحقيقة في الأوضاع اللي احنا فيها دلوقتي بنتشوق دايما إن احنا نسمع حاجة كويسة، نسمع خبر إيجابي، نسمع حاجة حلوة، وإن شاء الله بإذن الله الوضع في أقرب وقت هيكون أحسن، هنتحول إلى وضع أحسن، هيتحول إن شاء الله كل السلبي إلى إيجابي، إن شاء الله في وقت قريب هننزل الشوارع، هنخرج، هنتفسح، هنرجع تاني بيوتنا، هنقدر إن احنا ننزل في رمضان صلاة التراويح، هنتجمع على موائد الإفطار، وإن شاء الله كل شيء هيتحسن بإذن الله. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو موضوع زراعة الأسنان، نتكلم عن كل ما يخص الزراعة، إيه هي الزراعة؟ إمتى بنعمل زراعة؟ إيه المميزات؟ إيه العيوب؟ هنتكلم عن كل حاجة في زراعة الأسنان، ولكن بداية اسمحوا لي أرحب بضيفي الكريم دكتور محمد مروان، مدرس التركيبات وزراعة الأسنان بجامعة الفيوم، ودبلومة زراعة الأسنان من نابولي إيطاليا، وزميل الجمعية المصرية لغلاسي الأسنان. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك. أهلا حضرتك بيك منورنا. تعيش. يعني أنا سعيد جدا إن إحنا مع بعض بجد. والله أنا أسعد وحابب أشكرك على الدعوة الجميلة دي. الله يكرمك يا دكتور. بقالنا كتير أصلا بنتكلم في بالظبط، الموضوع يعني ده. انا من زمان نفسي ان حاجه يعني تكون معانا دايما، يعني شرف ليا والله. الله يكرمك، ان شاء الله يبقى لينا حلقات كتير يعني مع بعض باذن الله. باذن الله ان شاء الله. دكتور محمد، يعني اول حاجه نبدا بيها الحلقه قبل ما نتكلم في الزراعه، الوضع اللي احنا فيه دلوقتي. والله اتفضل حضرتك قول حاجه. قول لي يعني ايه حضرتك شايف، ايه تقدير حضرتك للوضع الحالي اللي احنا فيه؟ والله احنا في الوضع الحالي انا شايف انه طبعا العالم كله في حاله رهبه طبعا من الفيروس. مش حابب اتكلم كتير تكنيكالي في الموضوع، بس انا شايف ان هي فرصه نستغل الوقت دوت ان احنا نعمل حاجات اوف فاليو. هتقصد الوقت اللي احنا قاعدينه في البيوت؟ الوقت اللي يعني احنا قاعدين احنا في البيت بعدنا وقت بالظبط. فراغ، كنا دايما نقول يا انا لو عندي بس بالظبط يعني 5 دقايق كده اعمل واعمل واعمل. بالظبط. جه الوقت بقى. اخيرا جه الوقت جه فعلا. الوقت. احنا مجبرين ان احنا نبقى قاعدين في البيت فتره طويله. طبعا طبعا. ف يعني انا بتمنى ان الناس تبتدي يعني تستغل الوقت ده طبعًا في حاجات ايجابيه جدا في البيت. اولا نتعرف بقى على اسرتنا الكريمه. كل واحد بقى، انا نشوف شفت ناس تقول لك يعني انا قعدت مع والدي، والدي طلعوا لطاف جدا. بالظبط. شوف ولادك بقى كبروا ووصلوا لفين. بالظبط. يعني المشاغل الحياه كانت الفتره اللي فاتت صعبه قوي، يعني صعبه ده بشكل ده مبالغ فيه. ستريسفل طبعا. طبعا طبعا. الواحد كان بيطلع من البيت الساعه 7 الصبح، بيرجع البيت اللي هو 11 وقت 12 بالليل. وقت النوم بس، ما كانش واحده واثنين. فالموضوع كان صعب فعلا. ده حقيقي. وبالتالي في حاجات كتيره كنا دايما نبقى عايزين ان احنا نعملها. يعني انا مثلا واحد من الناس اقول دايما انا عايز اخد الكورس الفلاني، انا عايز اعمل الحاجه الفلانيه، بالظبط، عايز اتعلم بس الحاجه الوقت. الفلانيه، بس مفيش وقت. بالظبط. هو حاجه تطلع بالظبط. الشغل بترجع بالظبط. على النوم على طول. ده حقيقي. تمام. فاحنا يعني نحاول، يعني حضرتك تقصد ان احنا نحول السلبي ايجابي دلوقتي؟ ده حقيقي. احنا دلوقتي نحول السلبي الايجابي. تمام. عن طريق ان احنا زي ما قلت ان احنا نبتدي نقعد مع اهلنا شويه، نبتدي نشوف الفرص اللي انتراكت مع اولادنا. تمام. نتعرف على مراتاتنا برضو زي ما بالظبط. قلنا. يمكن يطلعوا ناس لطيفه يعني. بالظبط، يمكن يطلعوا ناس لطيفه فعلا. بس كده هتعمل لي مشكله على فكره. لا 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 لا، ما نقدرش. بس الحاجه الثانيه طبعا اللي ريكومند الناس تعملها، يعني نبتدي نقرا. تمام. مش لازم نقرا في الفيروس، مش لازم نقرا في الديزيز. الناس بقت مشحونه شويه نيجاتيفلي. طبعا طبعا. تمام؟ الموضوع، وخصوصا ان كتير من الناس، ويمكن كمان في الاعلام الفتره اللي فاتت، لا الموضوع بقينا مضخمينه قوي. طبعا احنا ما بنقولش ان احنا ندي الموضوع اقل من حجمه، لا هو الموضوع خطير وكل حاجه، ولكن احنا يعني في بعض الناس ضخمت الموضوع، فبقى الناس عندها رهبه من ان هو ينام ويصحى. يعني انا شفت حد كاتب بص يقول لك انا بقيت بخاف اخش انام. ده حقيقي. لا احنا عايزين يا جماعه ان احنا طبعا كله على الله، واحنا بناخد بالاسباب وهناخد بالنا، وكلنا عاملين ماشيين بالالكحول وماشيين بالديسنفكتنت ولابسين الماسكس لو في مكان في دو. تمام. الموضوع الزم ان احنا ننزل يعني طبعًا. لكن اون ذا اذر هاند طبعا الناس ستي هوم ستي سيف از لونج از ما فيش حاجه ايمرجنسي يعني. بالظبط. والحاجه الاخيره حابب اتكلم فيها ان احنا نبتدي زي ما قلت نقرا، نبتدي نشوف اونلاين كورسز. مش لازم تبقى في الفيلد بتاع الميديكال ولا في الدنتل ولا. تمام. احنا ممكن نبتدي نشوف كل السوشيال واحد في سكيلز. المجال. لا، او السوشيال سكيلز بشكل عام. احنا كدكاتره برضو دكتور حمدي انت اكيد برضو واخد بالك من حاجه زي كده، ان احنا على طول مركزين بالظبط دايما في الميديكال وفي الدنتل وفي الاسنان بالذات. الموضوع سوفيستيكيتد قوي يعني. طبعا. احنا مركزين في ديتيلز يعني. طبعا. لا احنا نخرج شويه اوت اوف ذا بوكس، نشوف ايه اللي ناقصنا في السكيلز في التعامل مع البيشنتس. كمان بيبقى ليه هوايات، يعني كل شخص ليه هوايات، ممكن يقرا في الهوايه بتاعته او يتعرف عليها اكتر بشكل اكتر. طبعا طبعا. فيعني لو التزمنا بالحاجتين دول ان احنا نشوف اهلنا وان احنا نركز شويه في حاجات سكيلز تنفعنا، ونقول والله احنا اجتزنا المرحله دي ان شاء الله على خير بحاجات بوزيتيف،
اتوقع ان ان شاء الله يعني هيبقى له تاثير ايجابي جدا يعني دلوقتي حضرتك وبعد تقدر كده تقول في الاخر ان احنا عايزين نحولها من محنة الى منحة ان شاء الله. وهي كده فعلا، وهي باذن كده الله. ربنا سبحانه وتعالى كريم، طبعا طبعا واكيد يعني مش بيرضى ان عبده يشقى، يعني صح اكيد هو صح ربنا سبحانه وتعالى الرسول صلى الله كاتب عليه لنا وسلم الخير يعني يعني. قال الرسول صلى الله عليه عليه وسلم: الصلاه ما والسلام، من شوكة يشاكها المؤمن الا رفع الله بها من خطاياه. ده حقيقي، فطبعا يعني ده كل ده ان حقيقي شاء الله فعلا، هيكون في ميزان ده حقيقي حسنات فعلا، ده حقيقي، الشعب الموجود ده حاليا حقيقي فعلا. والناس. طيب يعني يا دكتور محمد، برضو احنا بنتكلم في ان احنا في فترة عصيبة شوية، فحتى لو احنا قاعدين في البيت قرينا شوية، برضو في روتين يومي. الموضوع اوكي بقى يعني الواحد بيصحى يقول انا اليوم اللي جاي زي اللي فات، ما فيش تغيير، تمام. فازاي نكسر الروتين ده برضو؟ اولا هو الروتين دوت لازم يقتصر على حاجات ليها فاليو، تمام يعني لازم اصحى في نفس الميعاد، افطر زي ما بفطر كل يوم، تمام يعني مش لازم اصحى اقول انا مش جعان اصلا ما عملتش حاجه اصلا انا مش نازل، ابتدي احط لنفسي ساعتين مثلا اعمل فيهم حاجه مفيده مع اولادي، تمام نبتدي نشوف موضوع زي ما قلت لحضرتك برضو الاونلاين كورسز والكلام دوت. تمام فالفكره ان لو اليوم متنظم لا الموضوع هيفرق طبعا، الموضوع خصوصا في هيفرق جدا. مواقع كتير بدأت في الفترة الأخيرة بدأت ألاحظها إن هم بدأوا اللي هو مواقع الأونلاين كورسز أو الكورسات اللي هي موجودة لايف، على الكورسات الإنترنت، اللايف بقت والحاجات كورسات لايف، بالظبط، وكمان يعني هم أصبحوا إن بيدوها مجانا كمان في في الفترة حاجات ديت مجانا، في حاجات ديسكاونت كتير توصل جدا. ل 70 و 75%، تمام فالحاجات تمام دي لطيفة جدا يعني برضه زي ما بقول مش شرط في الميديكال أو في يبقى الدنتال الشخص فيلد. هيخرج من من الأزمة اللي احنا فيها ديت متعلم حاجة، معاه بالظبط شهادة جديدة. بالظبط بالظبط، تمام هي دي تمام الفكرة بالظبط طيب كده. خلينا بقى نتكلم شوية عن موضوع العيادة بقى، يعني ندخل حلو بقى في حتة العيادة شوية حلو والشغل في عيادة الأسنان. الشغل دلوقتي أخباره إيه؟ يعني حضرتك بتتعامل مع الحالات كلها ولا إيه الدنيا حلو. بالظبط؟ بص يا دكتور، احنا طبعا اول لما الازمه بدات تظهر وبدات تنتشر بدانا احنا نبقى اوار بيها ونرياليز الموضوع ده في تمام عياداتنا وكده. انا صراحه زي دكاتره كتير بس بادرت بقصه ان انا انزل بوست على البيج بتاعت العياده نعم انه يا جماعه بعد اذنكم احنا مش هنشتغل حالات تجميليه دلوقتي، مش حفاظا هنشتغل على المريض نفسه. حفاظ، بالظبط حفاظا على نعم المريض اولا طبعا تمام، طبعا عشان في يوم من الايام ربنا سبحانه وتعالى يعني ما حاسبنيش ان انا كنت صح سبب في كروس انفكشن. يعني احنا دايما تمام اصلا البريكوشنز اللي احنا واخدينها هي اوريدي بتبقى العادي الطبيعي ان ما يحصلش اي نوع من انواع كروس نعم انفكشن، تمام بس بما اننا بنتكلم في انه فيروس وبانه بيتنقل بالدروبلتس فممكن نقلل كمان الريسك. تمام فده طبعا كان ليه ماجرز كتيره بعد ما نزلنا البوست، طبعا وضحنا للناس ان احنا بس بنشتغل حالات الامرجنسيز فقط، تمام الحالات اللي هي متاخره بس ممكن نقفلها في الحاجات الاسنشال يعني الحاجات المهمه بس، تمام لكن تمام غير كده بدانا بقى نحط ماجرز تاني زي ما بقول لحضرتك. اولا ان احنا قللنا مواعيد العياده خالص، تمام خلينا المواعيد طبعا تتناسب مع الحظر، ساعات ما العمل بقيناش نفسها قلت، يعني ساعات العمل في العيادة ساعات العمل قلت قلت، وده مش بس عليا كمان على الستاف اللي معايا، طبعا. تمام علشان وحاولت ان انا اقسم الوقت بتاعهم ما يبقوش موجودين كلهم في نفس الوقت على اساس انه ده ما يعملش اي برضو كروس انفكشن ما تمام بينهم او اي يعني حاجه. يعني احنا نقدر نقول ان احنا وصلنا نفس فكرة ان احنا بنقلل التجمعات اللي ده احنا حقيقي، اصلا ده حقيقي بنتكلم فيها بالظبط، كدولة ببتدي اول كاملة. من عندي في العياده من الستاف تمام بتاعي لبعد كده الخطوه الثانيه العيانين، ان احنا بقينا نحط انترفلز او وقت ما بين تمام العيان وقت والعيان، فاصل بين كل عيان طبعا وعيان. لازم تمام دي اول حاجه، او لو اقدر اقسمهم على الايام نعم ده يبقى افضل. الوقت دوت بنعمل فيه ايه؟ بنعمل فيه العادي بتاعنا، بس بنبقى شويه ميتيكلس بقى، شويه تمام مسوسين شويه في الموضوع ده، طبعا ان احنا طبعا كل الحاجات اللي ممكن تعمل كونتاكت مع العيان، الحاجات اللي يمسكها بايده بنضاعف كمان طبعا طبعا تمام تمام بالظبط كده بالكحول، بنبتدي نقول للعيانين شويه بريكوشنز، العيانين وهي داخله العياده بتلبس اوفر شوز، نعم لو في حد بارتنر مع العيان اي حد جاي معاه ببتدي اقول له بعد اذنك تلبس ماسك او تستنى في تمام الاستراحه، يعني اذا المرافقين برضو بنحاول ان احنا ما يعني نخليهمش داخل غرفة الكشف برضو as او much as possible طبعا. تمام تمام ونقلل برضو الفتره اللي هقعدها مع العيان، زي ما قلت لحضرتك في الاول emergencies فقط، يعني تمام تمام مش لازم يعني الشغل كله، اللي هي حالات الطوارئ فقط. الحالات الطوارئ طب فقط يعني بالظبط. حضرتك الحالات دي بتحددها على اساس ايه؟ يعني ايه هي حالة الطوارئ اللي انا اقدر اقول انا هشتغل له او انا لا انا مش هقدر اشتغل لك انا اسف؟ والله simply يعني عيان جاي بيشتكي من وجع، تمام يعني ابسط حاجه عيان جاي بيشتكي من وجع او بيكلم العياده بيقول لهم والله يا جماعه انا حاليا موجوع ومش قادر تمام ومش هقدر استنى، يعني حتى لو اخذ مسكن او كده مش قادر يستنى، فبنقول لا طبعا لازم يبتدي يشرفنا في العياده. ممكن نسمي في بعض الحالات، ما اعتقدش ان هي emergencies، بس لو عيان عنده حاجه suspecting انها ممكن تتكسر او كده يعني بنحاول ممكن برضه نعتبرها حالة بنعتبرها طوارئ برضو. يعني أيضا مش طوارئ قوي صراحه، تمام بس يعني لازم بقى تجاوزا يعني بالظبط، يعني تمام برضه تمام الفضه مش حلوه قوي برضه. تمام طيب دكتور محمد، يعني برضو بالنسبة حضرتك اتكلمت على موضوع الإجراءات الاحترازية اللي حضرتك بتاخدها في العيادة،
العيان نفسه بقى هو جاي، في اجراءات احترازيه ليه هو نفسه المفروض ان هو يعملها وهو جاي لحضرتك؟ بص، هو العيان بقى عنده اويرنس عالي جدا، بقى تمام بيقرا كتير، تمام بقى هم البيشنتس كمان زينا كدكاتره ماشيين بالالكحول، ماشيين بالماسكس، ده ماشيين اكتر، اكتر اكتر كمان كمان. فعلا. ده بالظبط الناس بقت فعلا الفتره ديت بالظبط. يعني وانا بس عندي لوم بسيط على الناس اللي بتبقى لابسه جلافز على طول في من فرصه برضه الحاجات نتكلم فيها، حاجات الحاجات الغلط اللي شفناها، من الحاجات شفتها الغلط وشفناها كتير للاسف. يعني. يعني بقيت اشوف الناس في مكان عادي هو سايق عربيته في وماسك بنك، في مثلا في موتوسيكل بيعمل دليفري حاجه بالظبط بتاع، بالظبط الناس دي يا جماعه بعد اذنكم الافضل انت تقلع جلافز وتغسل ايدك تمام every now and then، او تستخدم حتى هاند جل او حاجه يكون تمام فيها الكحول حاجه حاجه فوق ال قاتل 70%، للفيروسات او ده كده هيبقى افضل بكتير طبعا. من ان انت تفضل على طول لابس نفس الجلافز تمسك بيه الموبايل وهكذا. تمام، لان شفتها كتير بصراحه. للاسف. وحاجه تانية برضو موضوع الماسكات، انا بشوف ناس لابسين الماسك برضو في مش مكان مغلق، يعني هو سايق عربيته لابس الماسك، هل ده صح وعايز ولا اقول لك اول ما ينزل العربيه بيقلع يقلع الماسك. الماسك بقى؟ لو هيعطس صح يعني جاي هي دي مشكله فعلا. فلا طبعا. هو ده ملوش معنى صراحه، يعني انت تمام مفيش حد معاك فانت قلقان من ايه؟ البس الماسك لو انت فاتح الشباك وفي اشاره ماشي صح اوكي ممكن يعني، لكن لان هي ممكن زي ما قلنا هو بيتنقل عن طريق الدروبلتس تمام اللي هو الرذاذ يعني. تمام. ففكره الماسكس والجلوفز لازم نستخدمهم بحذر. فنرجع للنقطه بتاعتنا، البيشنت هو واعي، هو بيسال، تمام هو جاي بريبيرد، يعني لو ما عملناش الكروس انفكشن ما فيش الاستيرلنت اللي هيمسح بيه ايده قبل ما يدخل، او تمام نقول له مثلا كايندلي بعد اذنك لو ينفع بس تغسل ايدك او كده قبل ما ندخل، تمام زي ما قلنا البارتنر يبقى لابس ماسك، الحاجات دي كلها بتخلي البيشنتس مطمنين اكتر، تمام يعني هو هيز اكسبكتنج تو سي ذس، هو عايز يشوف حاجه زي كده. صح. وهو زي ما حضرتك ذكرت فعلا ان احنا الفتره الاخيره الوعي زاد كتير جدا عند عند الكل، يعني ده مش بس حقيقي، عند ده اطباء حقيقي، ودي حاجه كويسه جدا المرضى على طبعا فكره، ودي طبعا. حاجه يعني كويسه هي جدا ان دي احنا من المميزات اللي موجوده طبعا حاليا، طبعا يعني ازمه عملت برضو طبعا حاجه كويسه طبعا. طبعا. وفي عايز اقول لحضرتك مش بس دكاتره، في اصدقائي كتير جدا ليا بره الفيلد يعني تمام بيكلموني مثلا بنقعد ندردش بتاع، فبقول لهم يعني تيك ات لايتلي، يعني خد الموضوع ببساطه، اعمل تمام اللي عليك وان شاء الله. يعني برضو دي فرصه ان انا اقول للناس يا جماعه كل ما يصيبنا الا ما كتبه الله لنا، صح يعني صح فيعني خد بالاسباب خد وخلاص بالاسباب والباقي على وتوكل على ربنا. الله، يعني اعمل اللي عليك وخلاص يعني بس، وان شاء الله ربنا كريم والازمه تعدي على خير ان شاء ان الله. شاء الله ان شاء الله. طيب ننتقل يعني بقى لموضوع مهم جدا بقى، اتفضل يعني صلب اتفضل الحلقه بقى بتاعتنا وصلب تخصص حضرتك اتفضل بقى، اتفضل. زراعه الاسنان تمام والتركيبات. خلينا تمام نبدا، انت حضرتك ليه تخصصت في التركيبات اصلا؟ والله يعني this is a long story، احنا تمام قصه طويله عايزين جدا نعرفها بس بقى. عايزين يعني نتكلم. طبعا الناس بتستغرب قوي لما طبعا بيلاقوني اتخصصت في المجال بتاع البروثيسز اللي هو التركيبات، التركيبات طبعا لان هو بيبقى قسم الاقسام الثقيله شويه يعني، تمام وبالذات زراعه الاسنان الموضوع دخل في معروفة طبعا شويه صعوبتهم طبعا بلادي كمان وعلى طول بتعامل في صح. فوالله هو الموضوع ابتدى من وانا طالب. دكاتره التركيبات عندنا كل الدكاتره كويسين، بس دكاتره تمام التركيبات بالاخص يعني كان في دايما هارموني كده ما بيني وما بينهم، وكانوا كنت بستفيد قوي من المحاضرات ومن السكاشن بتاعتها، تمام وكان تقديري اعلى حاجه في في التركيبات، التركيبات فانا يعني عن قناعه يعني سجلت تمام تركيبات ماجستير ودكتوراه عن قناعه. تمام تمام والحمد لله خلصت وكنت مبسوط بالاكسبيرينس، يعني اي هاف نو ريجريتس، ما عنديش اي يعني ندم او حاجه ان يعني انا حضرتك سجلت. من وقت ما حضرتك كنت طالب كنت محدد ان انا هدخل ده حقيقي تركيبات؟ ده حقيقي، تمام كنت حابب جدا الموضوع وكنت حاسس ان انا اقدر في المجال ده يبقى عندي حاجات اقولها، واقدر ان انا بالذات من مجال تقيل. طب تقلي المجال ده لما حضرتك دخلت بقى في المجال نفسه ما فكرتش للحظة او لوهلة ان انا اطلع منه او اروح مجال خالص تاني؟ خالص بالعكس، انا تمام بفكر اضيف كمان، يعني بفكر اضيف ان انا تمام ممكن اعمل بروجرام تاني او حاجه تانيه تسنده، يعني من تركيبات مثلا علاج لثه يفرق برضو معانا في الزراعه جدا، لكن بالعكس يعني احب اعززه مش اكتر يعني. وحضرتك شايف المجال ده واخد حقه في التدريس في الجامعات في الفترة دي ولا لا؟ والله ديبندنج على الستاف ممبر. تمام يعني احنا برضو حرام نظلم جامعه او جامعه لا، يعني لو طبعا الستاف ممبر يعني كله على طاقم هيئة التدريس الموجودين بالظبط، طبعا. طاقم هيئه التدريس بالظبط والهيئه المعاونه لو هم عندهم النيه ان هم يطلعوا حاجه اوف جود كواليتي، تمام لا الموضوع ان شاء الله هيبقى قوي. وبعدين جيت بقى في مرحله ما بين الماجستير والدكتوراه، بدات يبقى عندي ميول لزراعه الاسنان تمام هو واللي هي ليهم علاقه ببعض كتركيبات طبعا وزراعه عشان طبعا نوضح للناس طبعا برضو. طبعا، يعني احنا تمام ما ينفعش نقتصر زراعه الاسنان على التركيبات فقط او علاج اللثه فقط تمام او لا، طبعا جزء كبير، لان هو الجزء الثاني بتاع التركيبات بعد ما تحط الزراعه، الجزء الثاني الجزء الثاني للزرع اللي المرحله هو الثانيه للزرع تمام بالظبط، يعني احنا الاول حطينا، نوضح برضو للناس، احنا الاول حطينا الزرع في العظم تمام اللي هي عباره عن حاجه تيتانيوم بتبقى كومباتبل او بيبقى تناسب الجسم عشان يحصل لها تمام التئام تمام تمام مع العظم يعني،
بعد كده بنستنى فترة قصيرة أو فترة طويلة على حسب حالة العظم، وبعد كده بنبتدي نركب التركيبة بتاعتنا على تركيب. الزراعة. تمام، فالتركيب ده كله عايز واحد متخصص، عايز واحد متخصص فاهم. تركيب طبعا. اه طبعا، صح، يكون متخصص في البروثودونتكس أو في التركيبات، أو بنسميه السب سبيشاليتي تمام البروثاتكس برانش ان امبلانت دنتستري. تمام يعني الجزء المتفرع من الزراعة هو تركيب دلوقتي. بالظبط بالظبط تمام كده. تمام فده جزء ما ينفعش يعني نستهون بيه، نعم بالعكس ده جزء مهم جدا، وبرضه بيفرق جدا زي ما هنتكلم بعد شويه ان شاء الله، نتطرق لنقطه زي دي، تمام فكره ايه الجديد بالنسبه لاقسام التركيبات مع تمام زراعه الاسنان. طيب نكمل بقى. حضرتك برضو دخلت الزراعة بقى ليه دخلت بقى؟ بين الماجستير والدكتوراه، احنا وصلنا التركيبات، احنا لحد بين هنا تركيب. الماجستير والدكتوراه سنه 2012 تقريبا، تمام حسيت ان انا لا بدات يعني بقالي ميول كده، مع ان انا ما كنتش دموي خالص، يعني الموضوع مش تمام دموي قوي يعني، بس يعني لقيت انه لا حابب الموضوع. وكنت بدأت مثلا ايه، الواحد برضو لما بيوصل لسن معين كده بينضج، بيعرف هو يعني عايز ايه بالظبط. صح فحسيت انه انا عايز بروثيسز، وعايز كمان انمي البروثاتيك بارت بجزء اقوى، يبقى سب سبيشاليتي، تخصص دقيق زي ما بيقولوا، ان انا ابتدي اسجل بقى في الزراعه، ويبقى شغل العياده عندي وشغل الدراسات بتاعتي في الدكتوراه وفي الريسيرش والابحاث وكده، يبقى تمام كله ليه علاقه بزراعه الاسنان. ومن هنا جت، وبالعكس يعني انا ما زلت بتعلم وما زلت عاوز طبعا طبعا اتعلم، يعني اكيد. لسه I'm very eager، عندي كده تمام حماس ان قوي ان احنا انا لسه 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 دي بدري، يعني لسه طبعا. بدري، بس تمام الموضوع يعني ان شاء الله لم ولن ينتهي مع لو الدكتوراه رجع باذن الزمن الله. لحضرتك تاني تتخصص تخش اسنان من الاول ولا لا؟ السؤال محرج ده. سؤال صعب كده قوي، هنفقد كل الكريديبيلتي، الحاجات سؤال اللي صعب. قلناها. كده هنبوظ كل حاجه قلناها احنا على كان المفروض فكره. نقول السؤال ده في الاول بقى. بالظبط، عشان الناس تنساه يعني. والله فكره ان انا يعني انا كان عندي برضو ميول لكليه الاعلام تمام بصراحه، يعني مش تمام معنى انا بصور البرنامج ده يمكن اول مره اطلع فيها لايف يعني، بس كنت حاسس ان انا حابب حاجه زي ده كده واضح على فكرة من كلام حضرتك، على فكرة بجد والله. والله العظيم. والدي كمان في المجال الاعلامي، ما شاء الله. انا والدي تمام دكتور اسنان، والدي في المجال الاعلامي، فانا تمام كنت حابب يعني اخد نفس الخطه بتاعت والدي. تمام فكان بس في الاخر خالص انت عارف برضو لينا كده فكر في بعض الاحيان، تمام اللي هو ندخل المجال انت الطبي مجال شوية. الطب، انت صح جايب مجموع صح وانت كويس يا طيب ابني وكده. انا استاذ حضرتك ناخد اتصال ونرجع طبعا تاني. طبعا. الو السلام عليكم ابو محمد. وعليكم السلام، ازيك يا دكتور؟ اتفضل يا ابو محمد، ازي حضرتك؟ عليكم السلام، الله يسلمك، ازيك يا دكتور محمد؟ يا اهلا وسهلا، ازيك يا فندم، الله يبارك فيك. اخبار حضرتك ايه؟ انا يسعدني ان انا اتصل بحضرتك النهارده وبضيفك الكريم دكتور مروان. الله يكرمك، الله يكرمك دكتور محمد مروان معانا طبعا. اهلا بيك. معلش عايز اعمل مداخله مع دكتور مروان. طبعا لو سامح حضرتك اتفضل. مساء الخير دكتور مروان. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك. انا كان عندي بس استفسار صغير، انا عندي مشكله في العظم بتاع الفك. تمام. يعني عظم الفك منحسر جدا، وطبعا عندي الضريس الخلفيه كلها تقريبا ضايعه او تمام. راحت، وكنت عامل تركيبه، فالتركيبه اللي ما زالت موجوده على الاسنان الاماميه بالكامل. تمام. فبسال هل مع العظم المنحسر ده اقدر اعمل زراعه بحيث ان ممكن اشيل التركيبه اللي موجوده حاليا واعمل تركيبه ثابته؟ يعني اعمل زراعه مثلا في الفك الاسفل مثلا 4 زراعات، الفك العلوي 4 زراعات، وبعدين اعمل زراعه للفك بالكامل على ال4 زراعات الموجودين مع ان العظم منحسر وضعيف. ابو محمد حضرتك معلش سؤال بس، حضرتك عندك الفك العلوي والسفلي الاثنين ما فيهمش اسنان، او الاثنين فيهم يعني الموضوع والله التركيب؟ هو لا، هو العلوي، هو العلوي فيه اسنان الاماميه بس متركب عليها تركيبه. تمام تمام. تمام فانا لما هشيل التركيبه اللي عليهم وهعمل زرع على الدروس اللي من ورا، تمام يبتدي يتعمل عليهم تركيبه مره ثانيه، او تمام ان انا هعمل تركيبه بقى مثلا درسين يعني فوق الفك العلوي 4، تمام فك السفلي حوالي 4. تمام نشكر اتصالك جدا يا ابو محمد. تمام. حاجه عايز تسال عليها حاجه؟ لا لا خلاص، تمام تمام، نشكر هرد على اتصالك، حضرتك هيرد على دلوقتي. حضرتك دكتور محمد تمام. الحليم. بالنسبه يعني لابو محمد، سؤاله طبعا هو بيسال امكانيه ان لو في ضمور في العظم او تمام العظم مش كافي، يعني تمام هل ينفع يعمل زراعه اسنان ولا لا؟ بص يا فندم، عشان اجاوب على السؤال ده بشكل واضح وصريح، اولا احنا محتاجين نصور اشعه مقطعيه. تمام تمام. ممكن نبص عليه طبعا، محتاجين نبص عليه كمان تمام طبعا كلينيكالي طبعا تمام لازم. في العياده، لكن لازم اشعه مقطعيه اللي هي اللي هتقدر تحدد لي، اللي هي ثلاثيه الابعاد، تمام تقدر تحدد لي العظم اخباره ايه من كل الدايمنشنز، من تمام. كل الاتجاهات، دي اول طيب حاجه. ولو كان الكلام فعلا زي ما ابو محمد وضح ان فعلا العظم متآكل في لو الاسنان. لقينا بقى ان الموضوع لا يسمح بان يعني مفيش عظم كافي، احنا عندنا اوبشنز كتيره. تمام اولا احنا ممكن نبقى less invasive، او ما نبقاش يعني
اقل جراحيه، اقل جراحيا بالظبط، ان احنا نقلل عدد الزرعات، نحط زرعات في الاماكن اللي فيها عضم. نعم. ونعمل عليها برضو تركيبه ثابته. تمام. دي بتبقى تركيبه شبه الطقم. تمام. ودي طبعا زي ما قلت لحضرتك دول بتوع التركيبات هم متخصصين فيها اكتر. عشان كده احنا اتكلمنا تركيبات وزراعه مع بعض. ده حقيقي. تمام. بيسموها السكرو ريتينت، او بيسموها اللي هي التركيبه اللي عامله زي الطقم وبتمسك بالمسامير في تمام. الزراعه. تمام. تمام. فدي عدد الزرعات فيها ممكن يعني يبقى قليل. دي تركيبه متحركه ولا ثابته؟ دي بتبقى ثابته. هو ما بيشيلهاش. بس احنا كدكاتره احنا اللي ممكن نشيلها. تمام. تمام. بيسموها حتى اسم كده فيكس ديتاتشبل، اللي هو معناها الحرفي ان هو تتشال بس بواسطه الدكتور. بواسطه الطبيب. تمام. بالظبط، بواسطه تمام. الطبيب. تمام. فده اوبشن ان احنا نقلل عدد الزرعات، نحط الزرعات في الاماكن اللي فيها عظم فقط، بعد ما نطمن طبعا على الصحه العامه بتاعت العيان. تمام. ان هو ميديكال يكون فيت، ما عندوش مشاكل، مشاكل صحيه طبيه عامه. يفضل ما يكونش مدخن. تمام. طبعا لان الحاجات دي كلها بتبقى عدوه للزراعات الاسنان. تمام. تمام. فده اصلا العمر الافتراضي ممكن ما تنجحش. تمام. او ممكن من الاول اصلا. طبعا، وبيبقى صراحه جدا مع العيانين في الاول. تمام. بنقول لهم حاجه زي كده، بنقول لهم والله بما انك بتدخن بريت معين ومش عايز تقلل، يبقى احنا انفورشنتلي مش هنقدر نعمل لك الزراعه الا ما تبطل، وكمان بنمضي العيان على كونسنت ان هو مسؤول عن اي حاجه لو حصلت طبعًا. في حين انه رجع للتدخين تاني. تمام. تمام. فده اوبشن. الاوبشن الثاني ان احنا في بعض الاحيان ممكن نستعين بجراح معانا في العمليه. نعم. ان احنا نزرع له عضم، نعلي العظم، نشوف بقى الديفكت او الضمور اللي في العظم. يعني ده في كل الاحوال هنقدر نعمل الزراعه. هنقدر نعمل طبعا نقدر نعمل الزراعه في كل الاحوال ان شاء الله. يعني في حلول كتير، يعني انا بتكلم عن الحاجات الكومن قوي، يعني ان احنا لو عندنا المشكله في العظم كعرض نبتدي بنحسن او نزود العظم. تمام. سواء من العيان او بنجيب عظم. موضوع عظم من العيان ده بيتعمل ازاي؟ لان سمعناه كتير دايما والناس كانت دايما تتساءل عليه، يعني هياخد عظم مني عشان يحطه في. بص، هي بتبقى عمليات عملتهاش كتير صراحه. تمام. بس هي بتبقى عمليات شرسه جدا، يعني. تمام. ان احنا بناخد بس بتنفع، وطبعا احسن حاجه ان انت تاخد من عظم العيان وتحط للعيان من تمام. نفس عظمه، يعني مناعه الجسم نفسها مش بتهاجم، ونسبه نجاح العمليه بتبقى اعلى. تمام. 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 فدي حاجة بناخد بلوك بون جرافت أو حاجة، وبنبتدي بقى ساعتها نزود مثلا في طول العظم أو في عرض العظم. لكن فكرة اللي هو الفيرتيكال بون اوجمنتيشن ده أو الطولي، اللي نزود العظم الطولي ده، بيبقى نسبة نجاحه مش عالية قوي زي ما الناس متخيلة. تمام. فإحنا دايما اتفضل خلينا معلش ناخد اتصال ونرجع تاني طبعًا نكمل كلامنا. أستاذة داليا، السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا فندم. أيوة، ممكن أكلم دكتور محمد؟ طبعا، اتفضلي دكتور محمد مع حضرتك. ازيك يا دكتور محمد؟ اهلا بحضرتك، ازيك يا فندم؟ عامل ايه؟ الحمد لله بخير والله، الحمد لله. طيب، انا مرات عمك. يا اهلا وسهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ يا اهلا وسهلا. ازيك؟ الحمد لله، الحمد لله. ما طنط زي يا محمد. يا اهلا بيك يا طنطي، اهلا بيك. انا عندي سؤال ليك عشان ما بشوفكش كتير. اتفضلي. انا ممكن بالتليفون على فكره. انا عندي عايزه ما تاخرش عنك، يعني الناس هتفهم ان انا مقصر كده. معلش بقى، ده مش لاقياك. اتفضلي اتفضلي. حبيبي يا محمد، وانت عارف ربنا يكرمك. ربنا يكرمك، ما شاء الله عليك. اتفضلي 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 يا فندم. ربنا يكرمك يا محمد. اتفضل. يا رب. اتفضلي. تمام. فعايزه بالنسبه، انت عارف انا عندي سكر. تمام. وبالنسبه للسن، انا عايزه اعمل سناني لفوق لتحت، وفي سنان جوه. انا هستاذن حضرتك يا استاذ دانيا ان نوطي بس صوت التلفزيون ونسمع من التليفون. تمام. اتفضلي. معلش انا اسف. لا لا ولا يهمك، اتفضلي يا فندم. بس عايزه اشوف هل فعلا بالنسبه للسكر السنان، لو انا عملت سنه ثابته فوق وتحت، هل مشكله بالنسبه للسكر؟ حضرتك تقصدي زراعة كزراعة؟ تمام تمام. أي استفسار يا فندم؟ لمريض السكر. لا، لمريض السكر. تمام. زراعة صح ولا غلط؟ طيب، بنشكر حضرتك جدا دكتور محمد، يرد على حضرتك حالا. أستاذة داليا، ونرجع نكمل الاتصال بتاع أبو محمد. ناخد أستاذة داليا دلوقتي بتتكلم. طيب. إن هي عندها ضرس مش موجود وهي مريضة سكر. طيب. نقدر نزرع ولا لا؟ طبعا يسعدني إن هي دخلت معانا في المداخلة، يعني ده كايند أوف سبورت يعني. تمام. أكيد طبعا. طبعا. مشكلة صراحة جدا طبعا. طبعا. طبعا بالنسبة لموضوع السكر، لو السكر مش متظبط. تمام. تمام. ما ينفعش ان انا اعمل زراعة الاسنان. تمام. تمام. لازم نظبط السكر، بس مش اي عيان عنده سكر اقدر اقول انه يتعمل له او ما يتعملوش. يعني ممكن عيان يبقى عنده السكر. ممكن يبقى عنده السكر بس السكر يتظبط، نطلب تحليل معين اللي هو اسمه السكر التراكمي. تمام. اللي هو بيتقاس على اكتر من مرحلة. ده حقيقي.
بس. وبعد كده ببتدي بعد ما اعمل له التحليل دوت هتشوف اخباره ايه، لو في السكيل بتاعنا اللي احنا عارفين ان احنا ممكن نشتغل فيه العيان، provided that ان بقيه الظروف عنده كويسه، ما عندوش جير كتير على اسنان، مش مدخن، بنتكلم بشكل عام يعني. تمام. العظم عنده يسمح، هنشتغل برضو بنوع زرع of good quality. تمام. زرع برضو نوع كويس يعني، ساعتها نقدر نقول انه لا طبعا نبتدي نحط زراعه. لكن لو العيان السكر بتاعه مش متظبط قوي، بيجز على اسنانه، عنده مشاكل اخرى، ساعتها تمام. افضل انه لا نستنى شويه على زراعه الاسنان ونعمله اي اوبشن تاني علشان يعني نضمن نجاح الزراعه. اذا مريض السكر بيعتمد على التحليل اللي احنا هنعمله، هو اللي بالظبط. يقول لي انا هقدر اعمل له زراعه ولا لا. ده من ضمن ده اهم فاكتور طبعا تمام يعني، تمام ده طبعا يعني ما ينفعش طيب مثلا مريض السكر متظبط بس هو مثلا مدخن شره، هو فاهم قصدي تمام. حضرتك؟ نرجع ساعتها للاستفسار بتاع ابو محمد اللي هو كان اتفضل. قال ان ما عندوش او مستوى العظم قليل، تمام. وحضرتك جاوبت بموضوع ان احنا نعمل طعم عظمي من سواء من داخل جسم الانسان او خارجي. بالظبط تمام. بالظبط. ده طيب اوبشن تاني يعني، مش تمام. بقول برضو ان ده الاوبشن الاساسي لانه بيبقى اوبشن مكلف وبيبقى متعب شويه بالنسبه ده لبعض اللي هو المرضى. الطعم الداخلي او اللي هو ده من اللي هو داخل العظم الجسم بشكل الانسان. عام يعني. تمام تمام تمام. فانا كراجل بروثودونتست او تركيبات يعني، افضل ان احنا نبتدي بالاوبشن الاولاني ان احنا نقلل عدد الزرعات ونعمله تركيبه ثابته على عدد زرعات قليل، اللي هو زي ما اتفقنا ان هي اللي هي كانت شبه الطقم وبنثبتها بسكروز او طب اللي هو ذكره موضوع 4 زرعات ده، هل ممكن؟ ممكن بيسموها الاول ان فور. ده لو ما عندوش سنة خالص بقى، ما ده عندوش لو سنان ما خالص. عندوش. بالظبط، احنا تمام عشان كده بقول لحضرتك هي الصوره هتكتمل اكتر تمام لو عملنا طبعا الاشعه وبصينا على العيان كلينيكلي، هنقدر. بس يعني انا حابب اطمنه واطمن الناس يعني انه لا، في وي هاف ا تشانس، عندنا فرصه تمام ان احنا نقلل عدد الزرعات ونشوف العظم الاماكن بتاعته يعني ما بقاش كويسه. زي زمان اول ما طلعت الزراعه كنا نسمع، ويمكن في ناس بتتخض الموضوع ده دلوقتي، لما تيجي تقول له مثلا ايه هو مريض مثلا طقم كامل متحرك، وبالتالي يقول لك الطقم مش ثابت بيضايقني تمام. الكلام ده كله، فتقول له اعمل زراعه يقول لك انا هروح اعمل زراعه اعمل مش عارف كام ضرس فوق وكام ضرس تحت، فالموضوع هيبقى مكلف جدا بالنسبه تمام. له. فحضرتك تقدر توضح ان موضوع الزراعه مش بالزام ان انا ارجع عدد الاسنان الموجوده بزرعات؟ يعني انا مثلا عندي سي مثلا كان 10 سنين هرجعهم بزرعات 10 زرعات تانيين. والله يعني السؤال ده لطيف جدا. تمام ديبندنج على العيان اولا، تمام لازم دايما نفكر في العيان. تمام العيان قدرته الماديه اولا، احتماله على العمليه دي قد ايه، هل يستحمل؟ يعني في تمام عيان بيبقى كبار في السن ما يستحملش ان انت تفتح وتحط له عدد زرعات كبير مظبوط في وقت كتير، بيتعب العيان. فاحنا ساعتها ساعات بنغير التريتمنت اوبشن بتاعنا، الخطه العلاجيه، بدل من مثلا ثابت على زرعه نقلل عدد الزرعات، او حتى نعملها في الاخر تركيبات على زرعات متحركه، وده بيبقى تركيبة اوبشن برضه، متحركة. تركيبه متحركه على زرعات برضه. طيب هتفرق في ايه بقى عن ان هو كان عامل تركيبة متحركة لوحدها؟ اولا التركيبه المتحركه العاديه جدا من غير الزرعات خالص دي بتبقى بتمسك بالفيزيكال مينز، اللي هو بنقول عن طريق اللعاب اللي في بوق العيان، بيبقى تمام ماسك زي فكره بالظبط، بوضحها بشكل بسيط تمام للناس يعني. لما بنيجي نلزق اللي هي على الازاز، الالعاب اللي هي بتتحط على ايوه الازاز او بالظبط كده، احنا تمام بنفرغ الهواء اللي فيها تمام تمام، ونبتدي نحطها على الازاز فبتمسك الطقم. نفس صحيح الفكره تقريبا، احنا بنفرغ الهواء عشان يمسك فيزيكالي تمام. لكن في بعض الاحيان بيبقى عظم العيان او الحاله الكونديشن بتاعه العظم بتاعه ما تسمحش ان انت تعمل له الحكايه تمام دي، او ما يبقاش ماسك كويس، والعيان بيبقى متضايق بالذات من اللي تحت، دايما المشاكل تمام اللي تحت تمام اكتر يعني، على اساس ان الاريا بتاعت اللي تحت اقل من اللي فوق اقل يعني. طبعا اللي هي المسافة اللي ماسك فيها الطقم. بالظبط تمام بالظبط. تمام ففي الحاله دي ممكن ابتدي اقول للعيان والله احنا ممكن نحط مثلا في تحت زرعتين فقط، ونحط في اللي فوق من 2 لـ 4، ونبتدي نعمل عليهم التركيبه، بس ساعتها التركيبه هتمسك بكليبسات، تمام تمام التركيبه هتمسك في الزرعات فثباتها بكليبسات، هيكون احسن. فالثبات هيبقى احسن مقارنه بالتركيبه اللي من غير زرعات وكليبسات، تمام تمام وعدد زرعاتها بيبقى قليل، تمام وبالتالي تكلفه اقل وعمليه اقل، والعيان بيبقى عنده نعم جود امبريشن من العيان. وطبعا الاوبشن ده بيبقى موجود لو العيان يعني فاينانشلي مش قادر، او مش تمام يعني يعني ماديا راجل كبير. مش قادر ان بالظبط هو بالظبط، يأفورد او يدفع ده ثمن حقيقي التركيبة. ده تمام. حقيقي. طيب دكتور محمد عايزين نعرف بقى كده ايه هي، يعني عايزين خطوات الزراعة برضو للناس، عشان الناس بتتخض من كلمة زراعة، يعني في ناس تمام كتيرة اكيد بيجي لحضرتك انا هعمل ده انا هعمل، عايزين الخطوات كده ببساطة بتاعت الزراعة، تمام يعني ايه هي الزراعة وخطواتها؟ طيب هو بالنسبه لخطوات الزراعه، اولا بيجي العيان، بنكشف على العيان كويس جدا، تمام زي ما اتفقنا بنطلب منه اشعه مقطعيه، بس قبل الاشعه المقطعيه بطلب منه الاول بعض التحاليل، تمام سبيشلي لو انا شاكك في حاجه، يعني زي ايه مثلا؟ يعني شاكك مثلا ان هو عنده مثلا سيوله في الدم، تمام فانا بطلب مثلا تحليل معين علشان اطمن عليه وانا بفتح العمليه. فكره ان انا مش هحط زرعات خلاص، الفكره ان طبعا انا اطمن على طبعا صحه صح، المريض، ده اولا. ثانيا واتاكد ان الزرعه ديت هتقعد بعد كده.
اه واتاكد ان زرع تقع بعد كده. ده حاجه تانية بقى. تاني حاجه من ضمن التحاليل اللي بطلبها زي ما اتفقنا، لو انا شاكك في عنده مشكله في العظم او كده، بنطلب تحليل السكر لو العيان شاكين في سكر، تمام. بنطلب تحاليل الفيتامين دي. بعض الاحيان الناس تقول لك دي مش مثبته علميا، او انا بطلب فيتامين دي، هو تمام. مكلف شويه بس بيفرق معايا، والسيرم كالسيوم طبعا. وساعات بطلب كمان سي بي سي اللي هو صوره دم صورة كامله، الدم، تمام. اشوف ايه الاخبار لو في اي ساين او اي حاجه، وباخد هيستوري من العيان، تمام. بتاكد العيان صحته العامه وشكله طبعا. لما العيان بيدخل لي طبعا شكله بيبقى يبان الدكتور ليه طبعا. نظره، يعني بيبقى حاسس ان العيان ده تعبان ديبليتيتد مرهق صحيح، تمام. وهكذا. نبتدي الخطوه اللي بعدها، لقينا التحاليل مظبوطه وكويسه، ببتدي اطلب منه الاشعه المقطعيه، تمام تمام. وطبعا احنا هنا كتركيبات بخليه يصور بتركيبه معينه، يصور نعم. لي بيها الاشعه عشان اعرف احدد كمان مكان ال، ده لو هو كان عنده تركيبه او قبل ما حتى يعمل لو ما الزراعه، عندوش لو ما ساعات عندوش، اعملها تمام لمجرد الكشف يعني، تمام تمام وبتنفعنا كمان في بعض الاحيان في عمليه طبعا وضع الزرع يعني. تمام. وبعدين بصوره بيها الاشعه، بصور بالتركيبه الاشعه المقطعيه، بيرجع لي بيها، وساعات بيبعته لي حتى على الايميل. الاشعه المقطعيه عشان برضو نوضحها للناس، اللي هي الاشعه العاديه لا ولا؟ لا الاشعه تمام المقطعيه اللي هي ثلاثيه الابعاد زي ما وضحنا من تمام شويه، تمام اللي هي 3 دي سي تي، بتجيب دي كل بتجيب كل اتجاهات العظم الدايمنشنز، بتجيب تمام كل الدايمنشنز يعني كده وكده والطول وكل حاجه، تمام تمام. وقربه من الجيوب الانفيه، العظم اخباره ايه بالنسبه للجيوب الانفيه وبالنسبه تمام للقناه العصبيه اللي موجوده تحت. فبعد كده طلبنا الاشعه المقطعيه، ببتدي نعم. الخطوه اللي بعد كده، اطمنت على العيان لقيت ان العظم يسمح بذلك، ببتدي الخطوه اللي بعد كده احط له الزرع. تمام بنفتح فتحه صغيره خالص، ناس بتبقى خايفه برضو الموضوع ده، طبعا يعني لو بيقولوا نحط ان هي زرع او جراحه اتنين ومش الموضوع جراحه، بسيط خالص يا جماعه. تمام. بنفتح فتحه صغيره جدا في اللثه، وفي بعض الاحيان ممكن ما نفتحش على حسب الاشعه المقطعيه يعني. تمام، يعني ممكن نقدر ان احنا نعمل الزراعه بدون ممكن جراحه. طبعا طبعا بدون جراحه، تمام بنبتدي على طول نحط الزرع وما نحتاجش حتى نخيط يعني، تمام وبناخد غرزه او غرزتين صغيرين جدا لو فتحنا يعني جراحيه، تمام وبنستنى على الزرعات لغايه لما تلقم في العظم، تمام تمام. وبعد كده بفتح تاني في بعدها بفتره، طيب ديبندنج على قد ايه الوقت يعني اللي بفتح فيه الزراعه تاني. تمام. لو العظم كويس، في ناس يقول لك لو فوق كذا ولو تحت كذا، انا دايما بقول على حسب العظم اخباره ايه، وانت كل شخص غير التاني طبعا في عوامل بيعتمد عليها طبعا. الموضوع ده. السيدات مع المينوبوز، تمام. فتره الخمسينات طبعا تمام العظم عندهم تمام بيتاثر، لو مدخن العظم بيبقى عنده في تاثر، يعني في كذا عامل بيأثر لي على الموضوع ده. نعم. فموضوع العظم ده هو اللي بيحدد لي انا هستنى قد ايه عشان افتح تاني على الزرعات وابتدي اعمل عليها التركيب. تمام. هل اقدر اعمل الزراعه بدون الاشعه الثلاثيه الابعاد؟ والله في سكولز في الموضوع ده، بس انا دايما اي لايك تو بلاي سيف، احب دايما في السيف سايد. في ناس تقول لك انت ممكن تتغاضى بس في الحته اللي قدام دي، تمام، ان انت ما تعملش الاشعه المقطعيه لسبب معين على اساس يعني ان مفيش حاجه هنا ريسكي قوي في الحته اللي فوق دي، تمام تمام. لكن انا في كل الحالات، وفي اعتقد الامريكان سكول، مش فاكر امريكان او بريتش صراحه، تمام، بتريكومند ان اي ان هو حاله لازم ان احنا نعمل اي الاشعه حاله هيتعمل له زراعه اسنان لازم اشعه ثلاثيه الابعاد. تمام تمام. طيب دكتور محمد، عايزين نعرف امتى نلجا لزراعه الاسنان؟ امتى اقول انا رايح اعمل زراعه، انا عايز اعمل زراعه دلوقتي؟ كويس، طيب ده سؤال لطيف جدا دكتور. تمام. اولا عايز اوضح حاجه للناس، انه مش اي حاجه نعملها زراعه، تمام. مش معنى ان انا راجل متخصص في الزراعه ودي السبيشالتي بتاعتي ان انا اي حاجه زراعه هنخلع ونعمل زراعه، تمام. طبعا ما فيش زي خلقه ربنا، تمام تمام. السنه الطبيعيه لو اقدر ان انا احافظ عليها بحشو عصب بدعامه بطربوش، ده نعم. هيبقى جود ان ويل ان تمام. انا احافظ على حاجه زي كده، دي حاجه طبعا تتحسب، لان مفيش زي كده ربنا زي ما قلت، تمام تمام. لكن الحالات اللي بتبقى فيها مستوى الجدر مع او اقل من مستوى العظم، تمام، يعني حصل السنه متكسره خالص من التسوس او لسه مسوسه لغايه تحت من الجدر، تمام تمام. ففي الحاله دي الريستوريشن او ان احنا الحشو نعوضها او تعويض الاستعاضه طبعا، طبعا الاستعاضه بتاعتها هتبقى مش بريدكتبل، مفيش نسبه نجاح عاليه، او ممكن ما فساعتها بنضطر ان احنا نخلع ونحط زرعات، تمام، وحضرتك واخد بالك. تمام. لكن فكره ان انا اي حاله تجيني حتى لو العين عايز كده، لا لازم افهمه الاول. طب احنا بنشوف ناس كتيره يا دكتور يعني بيقول لك انا هبقى هخلع وازرع بعدين. هو مش هيزرع بعدين طبعا، بس يعني فيعني ايه اللي يخلي العين يقول حاجه زي كده اصلا؟ يعني ايه اللي بيخليه يوصله انه يقول حاجه زي كده؟ وحضرتك رد حضرتك عليه بيكون ايه؟ والله مينلي الخوف، تمام، مينلي الخوف، يعني العيان غالبا بيبقى خايف من فكره ان هو يزرع ما يبقاش جرب. فيعني بطمن طبعا الناس انه في حالات زراعه بتبقى اسهل من الخلع في بعض الاحيان، تمام تمام. ده رقم واحد. رقم اتنين، العيان معذور لانه ما يعرفش،
فاحنا المفروض نبتدي نعمل حاجات ديمونستريتيف في العياده. تمام، حاجات توضيحيه في العياده. لازم نوضح العيان احنا بنعمل ايه بفيديو بسيط او بموديل بسيط معانا في العياده، نوضح له احنا بنعمل ايه وبنحط الزرع ازاي، وبنج موضعي مش بنج كلي. تمام. دي حاجه. فالعيان بيبتدي اول حاجه يتقبل الفكره. تمام. ده رقم واحد. في بعض الاحيان ممكن نخلع ونحط الزرع في نفس الوقت. تمام. ودي بتبقى برضو من الاوبشنز اللي العيانين بيابريشيت قوي، يعني بيقدروها جدا. هو مش هيجي اكتر من جلسه، مش هيفتح جلسه ومش تمام. هيفتح لثه كذا مره. تمام. خلع تمام. النهارده وحط الزرع النهارده، بس ده طبعا مش في كل الحالات. ليها نسبه نجاح عاليه؟ ليها نسبه نجاح طبعا، ليها نسبه نجاح، وليها نسبه نجاح باي ايفيدنس يعني. تمام. كلام مثبت علميا يعني. تمام. طيب امتى اقدر اقول ان انا مثلا انا وحد عنده ضرس مفقود او سن مفقود وعايز يفاضل بين الزرعه وبين التركيبه الثابته وبين التركيبه المتحركه اللي هي الاوبشنز او الخيارات بتاعه استعاده السن؟ تمام. يقدر ان هو يقارن بينهم ازاي او يحدد على اساس ايه؟ حلو. والله هي عده عوامل. تمام. مش عامل واحد يعني. اولا زي ما اتفقنا المريض، حاله المريض الصحيه. تمام. العظم. حاجه كمان برضو انا ما افضلش وما بحبش فكره ان احنا نبرز السنان ونعمل عشان نعوض نبرد السنان سن واحد نبرد اثنين. يعني الا لو حالات معينه الافضل فيها ان احنا نعمل كده وما نعملش زراعه اسنان لسبب او لاخر يعني. تمام. ساعتها ممكن نعمل، لكن ما يبقاش الحل الاول هو التركيبات الثابته. مجرد الدكتور ده ما عندوش النوها وما بيعرفش يعمل زراعات اسنان. تمام. فيبتدي يقول له ده اول اوبشن. لا، هو اول اوبشن زراعه. تمام. بس نشوف بقى زي ما اتفقنا الحاله الصحيه بتاعه المريض، حاله العظم اخبارها ايه. تمام. الـ 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 القدره الماديه اللي المريض يقدر يعملها ولا لا. تمام. الحاجات دي كلها بتبقى هي الفاكتورز الواضحه جدا بالنسبه لي في اختيار التريتمنت بلان اللي بوضحه للعيان قبل ما نبتدي نشتغل. تمام. طيب راي حضرتك في مساله برضو القدره الماديه بتاعه المريض، لان في بعض الناس بتبدا ان هي تحسبها بشكل خاطئ شويه، يعني هو يقول لا انا الزرعه بالنسبه لي غاليه فانا مش هعملها فانا هعمل تركيبه، فيجي عشان يعمل التركيبه. يعني عايزين نوضح طريقه حساب تكلفه التركيبه، لان يعني في ناس كتير بتبقى فاكره ان التركيبه انا بركب ضرس واحد فانا بحاسب على ضرس واحد. تمام. طيب هو فكره الحسابات دي يعني ما افضلش ان احنا نتكلم عليها قوي. لا طبعا احنا مش هنتكلم بالطريقه دي، بس انا اقصد ان المريض برضو يكون فاهم الفرق يعني بين الزرعه يعني والتركيبه. يعني بالظبط. يعني لو الدكتور اسعاره ريزنبل معقوله يعني. تمام. ممكن تبقى الفرق ما بين زراعه الاسنان والتركيبه الثابته متقاربه. تمام. لان هو في التركيبه بيبدا يدخل اسنان، بيدخل عدد سنان زياده عشان يعمل عليها البريدج او الكوبري اللي بيعمله، هيبرد السنه اللي قبلها او الضرس اللي قبله والضرس اللي بعده عشان يشيل الضرس اللي في النص. فانت كده، وفي بعض الاحيان بنحتاج نعمل حشو عصب بالذات لو اسنان اماميه. تمام. او كده. فالحاجات دي كلها بتدخل عيان في الشريحه اعلى في التكلفه وكوست اعلى. بالظبط. شغل زياده. تمام. وكوست اعلى. تمام. ما ده يعني نقدر نقول ان دي من مميزات الزراعه، يعني التكلفه بتاعتها برضو لما تحسب مقارنه بالتركيبات هنلاقي لا طبعا يعني هنلاقيها ان هي تعتبر افضل يعني في بعض الاحيان. بالظبط. طيب ايه مميزات الزراعه بقى؟ عايزين نتكلم عن الزراعه كمميزات. يعني مميزات الزراعه لو اتكلمنا ان احنا ايه عيوب التركيبه الثابته. يعني طبعا انت ما تبردش السنان اللي جنبها. تمام. ان هو اوبشن ثابت. تمام. انه العيان النهارده مثلا لو هيخلع ضرس ويحط الزرعه، وساعات ممكن نعمل كمان حاجه اسمها الاميديت لودنج في بعض الاحيان، ده اللي هو بعد ما يخلع يقدر يركب. يخلع يقدر يركب كمان حاجه مؤقته. تمام. في بعض الاحيان ده بيبقى اوبشن برده لطيف جدا لبعض العيانين. فده كله بالنسبه للعيان بيبقى حاجه يعني بيغير حياته يعني. طب ليه عمر افتراضي بقى؟ برضه فكره العمر الافتراضي دي بتعتمد على عوامل كتيره جدا. تمام. يعني ان انا اقدر اقول لعيان انا هديك مثلا ضمان سنه. انا شفت الحكايه دي يعني ضمان مدى الحياه وحاجات يعني بصراحه انا ضد الموضوع ده. تمام. يعني ما بحبش اعيب في حد خالص، ومفيش حد في بالي يعني اتكلم عنه يعني. تمام. لكن اللي بيعمل كده يعني طبعا بقول يعني الموضوع بيبقى لوجيك. طيب. بيبقى له راشونال كده معين. انت حسيت ان العيان مثلا جالك بعد 4 شهور او 5 شهور في مشكله، يبقى ديفينتلي اكيد كان في مشكله يعني منك او من. تمام. العياده او تمام. فصلح العيان يعني ما تحاسبوش تاني. لكن تمام. لو العيان ده مثلا سموكر او مثلا او هو مهمل او ما بيغسلش اسنانه، يبقى ده واضح ان العيان انت طبعا واعي لحاجه زي كده من قبل ما تشتغل. طب راي حضرتك في الزراعه في 10 دقائق؟ لا يعني ضد الموضوع ده تماما. عشان يعني بنشوفه كتير قوي في العيادات وموضوع يعني انا ضد الموضوع ده، موضوع ال 10 دقائق دوت. يعني اتمنى طبعا ان احنا وللاسف في البعض يعني بيقولوا الزراعه في 10 دقائق وتطلع تاكل عليها بعد ال 10 دقائق. يعني بص انا ضد الموضوع ده طبعا، مش قله خبره ولا قله شغل مني. تمام. او من غيري. في حالات ممكن تاخد ربع ساعه، ممكن تاخد 10 دقائق، بس مش كل الحالات. تمام. في حالات بتحتاج وقت.
في حالة بتبقى عايز تطمن. الفكرة ان انا مش بسرعة الشغل قد ما هو كمان بكفاءة الشغل. تمام تمام. طيب عايزين من حضرتك بقى نصيحة أخيرة كده للمريض اللي عمل زراعة، يحافظ على الزراعة دي عمر أطول إزاي؟ تمام. يعني هو بعد ما يطلع من عند حضرتك العيادة، إيه الخطوات المفروض إنه يتخذها بعد كده بقى عشان هو السؤال يحافظ احنا على ركبنا له ولا لا؟ عملنا له تركيبة ولا لا؟ تمام. ده السؤال. تمام. ركبنا له؟ لو ركبنا له يبقى هنبتدي نقول له أنت تتعامل مع التركيبة دي كأنها سنك الطبيعية. بس هو في الأول هو المفروض إن احنا هنحط الزرعة ومش هنركب حاجة في الأول. دي برضو حاجة أنا يمكن ما وضحتهاش قوي للناس. تمام. إن هو في كذا بروتوكول. في بروتوكول ان انا ممكن ان انا احط الزرعه النهارده واقفل عليها وافتح تاني. تمام. او ممكن ان انا احط الزرعه النهارده وابتدي اسيب جزء من الزرعه، احط حاجه كده للاستعاضه من فوق عشان ما افتحش عليها تاني. تمام. بس بيبقى خوف ان انا حاطط حاجه ان العيان ياكل عليها او بتاثر على العمر الافتراضي. طبعا لو انا عملت لو العيان ما التزمش بان احنا ما ناكلش على التركيبه دي او على الحاجه الجزء اللي احنا حاطينه ده، نعم، ممكن يأثر على فترة التئام العظم في الزرع. يعني حضرتك بتفضل ان التحميل التركيب على الزرع ما يكونش في نفس انا افضل كده، الا لو حالة برضو. تمام. عيان مسافر، عيان مستعجل، حاجة زي كده بشكل عام. يعني ان شاء الله بعد ما نعدي الظروف دي يعني بإذن الله نرجع للأوبشنز بتاعتنا. في الحالات دي طبعا ممكن نعمل الأوبشنز دي بتبقى طيب. كويسة جدا. فنرجع تاني نقول للعيان ايه البريكوشنز او ايه الانستراكشنز ده بعد بقى فتره التئام العظم. رجع العيان ركب التركيبه واصبحت الزرعه جاهزه ان هو يستخدمها بقى. يستخدمها بالظبط. تمام. ببتدي اولا اقول له تحافظ على نظافه التركيبه ونظافه الزرعه، وبالاخص تحت الكراون او تحت البريدج. تمام. لو احنا مركبينه على زرعات بيبقى في تولز معينه صغيره بتتباع، فلوس مثلا. احنا لما نتكلم على تركيب ثابت ولا متحرك؟ الثابت بيبقى تشالنجينج اكتر او محتاج حد يعني يبدا فيه شويه مجهود. الطبيب هو كمان اللي يتدخل ولا ممكن ان المريض نفسه بيعتني بالزرعه بالتركيب الثابت على الزرعه؟ طيب خليني اوضح النقطه دي عشان ما انتهش. يعني احنا اتكلمنا ثابت ومتحرك، واذا كانت على الطبيب او على المريض. تمام. اولا الدكتور عليه دور كبير الفولو اب. تمام. ما ينفعش الحاله، ودي حاجه انا اتعلمتها برضو مع الوقت، انه ما ينفعش العيان يخلص مثلا النهارده التركيبه يروح ما يجيش تاني. تمام. لازم انا اللي اطلب اشوفه كل فتره زمنيه معينه، 3 شهور 6 شهور، اقول له احنا محتاجين فولو اب، لو اقدر اخد له كمان صور انترا اورال. تمام. جوه بقه يعني، اطمن على الحاله واشوف البروجنوزز بتاعها ونجاحها اخباره ايه. دي اول حاجه عشان لو عندي حاجه واعمل له اشعاعات، عشان لو عندي حاجه سسبيشس، حاجه انا شاكك فيها، ابتدي اقول له لا والله احنا محتاجين، احنا خايفين من كذا. تمام. رقم واحد. تمام. فده دور الدكتور الفولو اب. بندي العيان انستراكشنز ريتن دوكيومنتد. تمام. مكتوب كل حاجه مكتوبه واخدها العيان موثقه. بنقول له بنقول له بعد اذنك، احنا بنقولها له طبعا الاول فيربلي شفهيا. تمام. تمام. وبنديها له كمان، بنقول له بعد اذنك حضرتك هتمشي على الارشادات ديت، ازاي تغسل سنانك، ازاي تنظف تحت التركيبه، لو حصل ايه تعمل ايه، وهكذا. تمام. تمام. طيب الفرق بقى ما بين الثابت والمتحرك. الثابت هي تركيبه ثابته ما بتتشالش. تمام. تمام. فالعيان محتاج انه يبقى حذر جدا وموسوس جدا انه ينظف سنانه كويس قوي تحت التركيبه الثابته. تمام. بالنسبه للمتحرك الموضوع ابسط، لانه بيتشال ويتحط، فهو بيقدر يشيل التركيبه ينظفها كلها، بس برضه لازم ينظفها كويس. تمام. تمام. يعني بس ده مش معناه ان احنا هنقول ما تنظفهاش، لا برضه مش هنهمل طبعا كويس. التركيبة بس نظافه التركيبه والعنايه بالفم واللثه ده. تمام. شيء يعني لا غنى عنه سواء ثابت او متحرك. تمام. وايه التعليمات بقى اللي بيعملها المريض بعد الزراعه اول 24 ساعه مثلا؟ يعني بعد الزراعه مباشره؟ مباشره بعد التركيب. تمام. بعد التركيب على الزرعه طبعا. حضرتك تقصد التركيب مش اللي حطينا الزرعه؟ لا 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 لا، بعد التركيب نفسه ولا حاجه، مفيش اي حاجه غير ان احنا بنمونيتور العيان، يعني بنتابعه، بنقول له اخبارك ايه، ابتدي كل عليه يقدر ياكل عليها عادي على طول. خلاص يعدي بس فتره اللزق فيها. تمام. بينشف، وبعد كده يبتدي لو لزقناها يعني. تمام. وبيبتدي يجربها، ولو عنده اي مشكله طبعا بيبقى في حاله ميعاد لفولو اب. تمام. اللي هو المتابعه الدوريه. تمام. احنا للاسف انتهى وقت حلقتنا سريعا، وانا يعني سعدت بحضرتك بجد النهارده، ويعني احنا عندنا كلام كتير ما قلناهوش، بس يعني لازم لينا حلقات تانية ان شاء الله. متعوضه ان شاء الله باذن الله. في نهايه الحلقه بشكر ضيفي الكريم دكتور محمد مروان، مدرس تركيبات وزراعه الاسنان بجامعه الفيوم، ودبلومه زراعه الاسنان من نابولي ايطاليا، وزميل الجمعيه المصريه لغراسي الاسنان. نورتنا يا دكتور، وعلى وعد من حضرتك بلقاء اخر ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. باذن الله. اشكرك يا دكتور محمد. اشكرك يا دكتور. كذلك بتوجه بالشكر للساده المشاهدين، اتمنى نكون قدرنا نفيد كم بكلامنا على الزراعة لأنها من الحاجات المهمة جدا. كان معاكم محمد حمدي، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.